أصدرت محكمة جنايات كربلاء حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق قاتل مدير بلدية كربلاء عبير سليم الخفاجي. وكانت محكمة تحقيق كربلاء قد قررت في وقت سابق إحالة حسين جواد عبد الأمير المتهم بقتل مدير بلدية كربلاء عبير سليم إلى محكمة جنايات كربلاء لإجراء محاكمته عن تلك الجريمة. وأوضح مركز الإعلام القضائي في بيان إن إحالة المتهم تمت بعد أن اكتمل التحقيق في الجريمة لوضوح الأدلة فيها، خاصة مع اعتراف المتهم بها واستكمال الإجراءات التحقيقية التي بذلت جهودا استثنائية لاستكمالها من القضاء في استئناف كربلاء والجهات التحقيقية المختصة في المحافظة.